عشان بتطلعوا مباشره بالار، بس انا بدي احكي شوي خطوات لانه اصلا ما عندناش لابتوب. فنحكي خطوات هون كيف مشتق الجاكوبي مانيوالي، بكون اجى اللابتوب بنكمل بنطبقه تطبيق. حتى نعمل المانيوالي حتى اطلعه متذكرين الجاكوبي، اذا كان عندي 6 degrees of freedom of space و 6 degrees of freedom للروبوت راح تكون هذه 6 by 6، هذا راح يكون الكارتيجن سبيس اللي هو راح يكون x dot y dot z dot omega x omega y omega z، وبعدين هذول راح يكونوا degrees of freedom تبعت، وراح احط الدوت هون. فبصير عندي هلا هاي مضروبها في هاي بتعطيني هذول اللي موجودين هون، وهذول كلهم فارشه. في شيء غلط؟ انا شغلت ما شغلت؟ شغلت. طيب ناخذ مثلا الستيب الاولى، رح ناخذ take a joint vector رح اسميه كيو نوت، وبنطلع منه البوز تبعه تي نوت. بعدين الستيب الثانيه رح نعمل تغير صغير جدا في واحد من البارامترز الموجوده هون، خلينا نقول كيو 1 مثلا، ميك a small change in q1 وخلينا نسميه dq1 example dq1. عملنا تغير. هلا بدنا نشوف نتيجه التغير هذا، احنا عمالنا بنعزلهم، نعزل كل واحد عن الثاني، وناخذ التغير في هذا شو بياثر على السته هدول، فبنطلع الكوفيشنتس اللي موجودين هون. ستيب 2 بنعمل، هلا بنطلع ستيب 3 find the new joint vector. هلا new joint vector راح يكون q الأصلية مثلا إذا سميناها q نوت زائد d q1 0 0 0 0 0، صار عندي هذا فيكتور جديد بمثل بوز جديد. هلا بنطلع ال t p1 هاي بنفس الخطوة اللي من ال q الجديد. فانا جماعة دي كيو او كيو 1 طلع معي البوز الجديد، فالبوز الجديد بيمثل وين صار الروبوت بالنسبه لكام، فهو الان تغير من تي 0 الى تي بي 1، وهاي هوموجينيس ترانسفورميشن 4 باي 4 وهاي هوموجينيس ترانسفورميشن 4 باي 4. فصار عندي هلا تغير بالبوز تبع هذا وفي الاورينتيشن، رح يصير في تغير في البوز. تذكروا اذا انا غيرت كيو 1 اللي هي الويست وهي عندي هون، لما بلف اللفه الصغيره جدا هاي اللي هون صار عندي تغير في x وy وz، او بالحاله هاي يمكن ما يصيرش في z بس بصير في x وy، وراح يصير في عندي تغير بالاورينتيشن بزاويه الاورينتيشن اللي هي بالحاله هاي راح تكون، اظن بصير في عندي لف حوالين الz. اذا هلا بدي اطلع هاي، حتى اطلعها راح اخذ numerically step 4 راح احسب numerically calculate d t على d Q اللي هي راح تكون TP1 minus T0 على DQ التغير. وهلا هاي بالحالة هاي راح تكون واحد، لأن أنا غيرت بالنسبة لواحد، فأنا غيرت بالنسبة لواحد صار في تغير بالنسبة لواحد، أعطاني هذا العلاقة بين الاثنين. وهاي راح أسميها T dot، هاي T dot بالنسبة ل حتى هي يمكن تي دوت لانه احنا عاده بنحكي الزمن مش هيك، فيمكن ما تكونش دقيقه، هي مشتقه هاي بالنسبه ل كيو. هلا اذا طلعنا هاي بقدر اعمل اكستراكشن للترانزليشن من تي من هاي من هون، حتى اعمل اكستراكشن للترانزليشن راح اعمل ترانزليشن اللي هي تي بي او دي كيو، سميها خلينا نسميها دي تي كيو، اسمي هاي دي تي كيو فكانها دي تي بالنسبه لكيو 1. هلا هون راح اطلع ترانزليشن دي تي كيو. ايش يعني بطلع الترانزليشن من ماتريكس؟ اذا اجينا على هوموجينس ترانسفورميشن بتذكروا انه في عندي الثلاثه هذول، عندي 1 0 0 0 وعندي هون هذه تي، مضبوط؟ صار عندي هون في تغير في
بس هذا هون هو مشتقة، فبصير هذا هون رح يعطيني هذول الثلاثة، رح يعطيني طبعا هذا هون فيكتور، والفيكتور هذا هو رح يكون دي اكس دي كيو 1 دي واي دي كيو 1. انا للاسف بستعمل دوت، انا استعملها بهذا الشكل دي اكس دوت دي كيو 1 دوت دي او بارشل، رح تكون بارشل هون بارشل واي بارشل كيو 1 دوت بارشل. فهاي هي السرعة، هذه زد. فهدول الثلاثة رح يكونوا هم المعاملات الثلاثة اللي المعاملات الثلاثة اللي هون مضبوط، اللي هي بالنسبة لـ Q1 مضبوط X Y Z. فإحنا طلعنا هاي النقطة وطلعنا هذا البارامتر وطلعنا هذا البارامتر، فصار عندي هون هذا المعامل Q1 اللي بضربه في Q1 حتى أطلع التغير في X، هذا اللي بضربه في Q1 1 حتى اطلع التغير في واي، هذا اللي بضربه في كيو 1 حتى اطلع التغير في زد. فبيطلعوا معي هدول الثلاثه بهذا الشكل، هدول الثلاثه راح يروح هذا هون هذا هون وهذا. هلا الستيب السادسه، هذا اللي عملناه المره الماضيه مضبوط، طلعنا هدول التغيرات. هلا بدي اشتغل على الروتيشن، فرح استخرج من تي الروتيشن. هلا اذا متذكرين هذه عندي، هذه عندي بي، هذه فهاي راح تصير عندي هون دي ار، استخرجها باخذ ار بتساوي تي دي تي، هاي كانها دي ار دي كيو، بس بدي اخذ منها واحد لثلاثة واحد لثلاثة. إيش رح يعمل واحد لثلاثة؟ رح يأخذ أول ثلاث روز ويأخذ منهم أول ثلاث كولومز. فعندي هون عمالي بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فواحد ثلاثة واحد ثلاثة حيستخرج R من دي تي، وهاي كأنها كمان كيو، فهي التغير بR بالنسبة لكيو 1. هلا المشكلة عندي R، لما بطلع على R، R عبارة عن 3 باي 3، بس هذول مش 3 باي 3. زي الفرق لما كنا نعمل الفرق ما بين، لو عندنا كنا بدنا نطلع الترانزليشن من أو بدنا نطلع الزوايا عفوا، لو كان عندي هلا هون R، متذكرين كان عندنا R، كنا نعمل نحط هون اذا كان على الروتيشن حوالين الزد، شو كنا نحط؟ كنا نحط كوساين ثيتا، ساين ثيتا 0 0 1 0 0، وهون عندي ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا. مظبوط، مش هاي هي كانت الروتيشن حوالين الزد؟ اول ماينس عفوا، هاي ماينس وهاي. فهاي شو كنا نسميها؟ نعتبرها روتيشن حوالين الزد، وممكن نفسها يكون فيها روتيشن حوالين الواي روتيشن حوالين الاكس، وهي ايش؟ 3 باي 3. بس انا ايش بدي اطلع منها حتى افهم؟ بدي ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زد، مزبوط؟ متذكرين هاي طب ليش احنا رحنا لهاي؟ ليش ما خليناهم ثيتا واي وثيتا زد وثيتا اكس؟ واضح السؤال؟ كل فاهم السؤال؟ احنا لما اشتغلنا على الهوموجينيوس ترانسفورميشن، جينا اشتغلنا فترة، قعدنا نشتغل فترة منيحة مظبوط، وقلنا إذا عندي روتيشن حوالين الإكس وروتيشن حوالين الواي وروتيشن حوالين الزد، ما خلينا ثيتا إكس وثيتا واي وثيتا زد سواء كانت أويلر ولا فيكس، شو حولناه في النهاية؟ حولناه لآر، وعملنا الروتيشن تبعت الإكس وروتيشن تبعت الواي وروتيشن تبعت الزد وضربناهم في بعض. طب ليش إحنا عملنا كل العملية هاي؟ عشان الضرب، حولناها لماتريكس عشان الضرب. ولأن كان بإمكاني أنسى هذا الموضوع وأنسى كل شغلة R وأضل أقول إنه أنا عمالي بلف حوالين الـ X والـ Y والـ Z، بس إذا بدي أضرب ماتريكس، مش إحنا في النهاية استطعنا حتى نطلع الـ Forward Kinematics؟ كيف كانت سهلة الـ Forward Kinematics؟ شو عملنا؟ ضربنا ماتريكس في ماتريكس في ماتريكس في ماتريكس في ماتريكس، كنا ماخدين الزوايا من كل واحدة مظبوط؟ وحطينا الزوايا فيها، بس ضيعنا الزوايا أو وزعناهم بهذا الشكل. هلا هون مبينة، مش مبينة بشكل واضح ثيتا Z مظبوط؟ هلا اذا كمان ضفت عليها ثيتا واي وثيتا اكس، شو راح تصير هاي؟ مش شرط راح يبطل فيها زيروز وونز. لو اعطيتكم انا ماتريكس عامه ار
فيها رقم هون ورقم هون ورقم هون، هدول كلهم مش زيروز ولا وانز، ارقام. شو بتمثل هاي الار؟ روتيشن حوالين الاكس والواي والزد. ضايعين هدول، ما في شيء مبين فيهم اطلع فيه اكس وواي وزد. بس احنا اصرينا من بدايه الفصل قلنا بدنا نحول الاكس والواي والزد، الثيتا اكس والثيتا واي والثيتا زد، بدنا نحولهم الى ماتريكس زيها عشان تسهل علي الضرب. وعدنا ضيعنا وقت منيح، مش هيك شو عملنا؟ اجينا قلنا الروتيشن حوالين الزد بمثله هيك، مزبوط؟ الروتيشن حوالين الواي شو بعمل؟ بحط 0 1 0 0 1 0 مش هيك؟ وبعبي كوساين، اظن كانت هاي هاي ساين وهاي ماينس ساين وبعدين كوساين، مزبوط؟ وضربناهم الثلاثه ببعض وطلع معي بالاخر روتيشن ماتريكس زي هاي. الروتيشن ماتريكس زي هاي بتمثل ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زد. بعدين شو ضفنا لها؟ حولناها من ار لايش؟ لتي. شو ضفنا لها هون؟ البي، وحطينا 1 0. وليش عملنا هيك؟ احنا دخلنا دمي فاريبل جديد، ليش عملنا هيك؟ عشان يصير عندي ماتريكس واحدة. ولو عملنا هيك كان فورد كينماتيك صعبة جدا راح تكون. سهلت الفورد كينماتيك، صار عندي كل لينك شو عملها؟ ماتريكس واحدة اللي هي حصل ضرب 2 ماتريسيز للدي والثيتا والالفا والاي، مزبوط؟ وكملنا. اذا هون عندنا نفس الشيء زي ما كان عندي في علاقة، زي ما كان عندي علاقة ما بين، خلينا احطهم بهذا الشكل، ثيتا اكس ثيتا واي ثيتا زد وآر اللي هي 3 في 3، رح يكون كمان عندي علاقة ما بين أوميجا إكس أوميجا واي وأوميجا زد. هذا فيكتور بيمثل دوران حوالين الإكس ودوران حوالين الواي ودوران حوالين الزد. رح نسميها S، وهي رح تكون هاي اسمها الـ Angular Velocity Vector. هلا نفس الشيء عشان اقدر اضرب شو عملت؟ اضطريت اغلب حالي، وشو اعمل؟ زي ما اجيت هون عملت اخذت 3 زوايا حولتهم لـ Orientation Matrix، اخذت 3 Angular Velocities وحولتهم لـ Orientation Matrix، وهي رح نسميها الـ S اللي هي الـ Angular Velocity Matrix.